السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم سوف نتكلم عن موضوع الهجرة في إسبانيا وكيفاش تحصل على الإقامة ديالك بطريقة قانونية في إسبانيا. في إسبانيا يوجد نظامان من تصريحات الإقامة، النظام العام والنظام ديال دول الاتحاد الأوروبي الريخيمين كومونيتاريو والنظام العام الريخيمين خينيرال. النظام العام في تصريحات الإقامة يطبق على الناس والأشخاص الأجانب الذين لا يتوفرون على أي جنسية من جنسيات دول الاتحاد الأوروبي وليس لهم أي عائلة ذات جنسية من دول الاتحاد الأوروبي. الريخيمين خينيرال بإستخرارية este se aplica a todas las personas extranjeras que no tienen nacionalidad de la Unión Europea o que no tienen familiares nacionales de algún país de la Unión Europea. باختصار هو نظام ينطبق على جميع الأجانب الذين لا يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي أو الذين ليس لديهم أفراد عائلة من مواطني أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. فالنظام العام نجد تصريحات الإقامة يعني بسبب التجمع العائلي، كذلك تصريحات الإقامة للناس اللي كتجيب بعقد عمل، يعني كتجي من دول خارج من إسبانيا وكتدخل إسبانيا بواحد عقد عمل، كيعطيهم residencia temporal para un año que permita trabajar y vivir. يعني كيعطيهم تصريح إقامة أولي يسمح بالعيش والعمل في إسبانيا. كذلك نجد الريغو سوسيال. الريغو سوسيال هو كنسمه بالعربية الاندماج الاجتماعي، residencia para الريغو سوسيال. وهذا يعني اللي كيتطلب بزاف هنا يعني في اسبانيا بالنسبه للناس اللي كتكون موجوده بطريقه غير شرعيه، يعني اما جات فيزا وتسالت الفيزا وخاصنا في اسبانيا. بالنسبه للناس اللي كيجيو يعني حارقين بالمغربيه يعني حراقه ربي يكون في عوانهم، يعني حتى هما كيعطيوهم ريزيدنسيا تيمبورال يعني مؤقته لمده صالحه لمده سنه. وكذلك يعني دخلوا واحد بعد تعديل قانون الهجرة في السنة الماضية في 26 يوليوز، تم تعديل قانون الممتن للهجرة ويعني ويستفدوا منه المهاجرين، يعني اللي كيثبتوا على أنهم عندهم سنتين إقامة في إسبانيا، سنتين مستمرة يعني عامين دوس أنيوس دي برمانانسيا في إسبانيا. وفي هذه الحالة كنهضروا على الريغو بارا لا فورماسيون بروفيسيونال، يعني واحد الإقامة بسبب التكوين المهني. كيعطيوهم إقامة ديال سنة كيعملو فيها التكوين المهني، يعني هو عندو الشروط ديالها إن شاء الله غادي في فيديوهات لاحقة غادي نشير لها شي بالتفصيل. وما كتسالى يعني داك السنه ديال التكوين المهني كيقلبوا على كونترا دو ترافاخو يعني عقد عمل مباشره، وكيعطيهم اقامه ديال عامين دوس انيوس ريزيدنسيا دي دوس انيوس. قبل ما ننسى بالنسبه للريدو سوسيال كما قلت ان بالنسبه لي كيكون يعني في وضعيه غير شرعيه وكيكون عنده واحد الاثبات على انه عاش في اسبانيا لمده 3 سنوات بصفه مستمره. يعني المطالب اللي كيطلبوا له كيكون عنده 3 سنين ديال الإقامة في إسبانيا، كيكون عنده بروفات يعني ديال شهادة السكنة، فيزا الميديكو يعني داك الورق اللي كيمشي ليه للطبيب، أي حاجة يثبت أنه يعني عايش يعني في 3 سنين في إسبانيا. وهذه كتطلب سميتو سيرتيفيكادو دي انتيغراسيون سوسيال، هذه كيطلبها يعني من البلدية
بالنسبة لأن شي كتطلب البلدية، يعني ملي باغي تدفع يعني الإقامة ديال الرايدو سوسيال كدي هاد الشهادة ديال الإندماج الاجتماعي، وفي جميع الحالات يعني مكيكونش عندك سوابق جنائية في البلد ديال الأصل، يعني في المغرب، في ليبيا، في تونس، في إفريقيا، المهم مكيكونش عندك يعني وسخ مع البوليس. وكذلك عقد عمل كيكون موقع بينك وبين بالنسبة للسيد والشركة اللي غتشغلك معاها، يعني كيكون عندك عقد عمل. فلو كيطلبوا قبل التعديل ديال 2022 كانوا كيطلبوا كونترا دو ترابخو، يعني دي اون انيو، دابا لا حيد ديال كونترا دو ترابخو، يعني ما كيما كاين كونترا دو ترابخو. المهم عندك كونترا دو ترابخو انه كيضمن لك يعني سالاريو انتر بروفيسيونال، يعني حاليا كاين في 1080 اورو على ما اظن، يعني يكون بالنسبه للمشغل ديالك يعني موقع على انه يعني كيضمن لك يعني هاد 2080 اورو ديال الاجره في الشهر. كذلك يوجد الريغو فاميليار، الريغو فاميليار حتى هو تعدل يعني في هاد السنه اللي مضت، وفي هذا الفيديو سنحاول الكلام بالتفصيل عن الريغو فاميليار. كذلك كاين الريغو لابورا، يعني ما شرتش في الاول الريغو لابورا يسمى اوتوريزاسيون دي ريزيدنسيا تيمبورال بور سيركونستانسياس اكسبسيوناليس كي سي بودرا كونسيدير ا سيدادانوس استرانجيروس كي سي هايين ان اسبانيا permanencia continua durante un periodo mínimo de 2 años y hayan tenido relaciones laborales durante un mínimo de 6 meses que deben haberse producido dentro de una estancia o residencia legal. Yani eso imagina diálogo en el arreglo laboral que trata el NAS, el ENJANIP, el MOJUD en España, al AQL, سنتين إقامة في إسبانيا، يعني كان عندهم واحد إنهم عايشوا في إسبانيا على الأقل سنتين في إسبانيا، وكانوا يعني خدموا من قبل يعني على الأقل 6 شهور في ظروف قانونية، يعني كان عندهم إما الإقامة يعني تصريح الإقامة بيرميس دو ريزيدنسيا خدموا واحد 6 شهور، ولا كيكون عندهم داك الناس بالنسبة لي كيطلبوا اللجوء الإنساني في إسبانيا، كما كيطلبوا اللجوء الإنساني كيعطيهم واحد الترخيطة بلانكا، واحد البطاقة بيضاء كتسمح لهم يخدموا بها، يعني فيها 6 شهور كتخدم بها، على ما كيعطيوك يعني ترخيطة الرخصة. ترخيطة الرخصة يعني كيقبلوا الطلب ديال اللجوء الإنساني، كيعطيوك يعني البطاقة الحمراء. بالنسبة للبطاقة البيضاء كتكون مؤقتة، بزاف من الناس كانوا بالطاقة البيضاء المؤقتة، ملي كيبغيو كيطلبوا وصلوا ديك البطاقة الحمراء كيقول لهم ما عندكمش البطاقة الحمراء، يعني ما فيكم ديك الشرط عندكم البطاقة الحمراء. الناس هادو يعني كيكون ديجا يعني خدموا واحد 6 شهور يعني بصفة قانونية، كيكون كاين في البداية لابورا بالنسبة في المغرب تسريح الأجور، وبها كيطلبوا هاد الريغو لابورال. أما بالنسبة للناس إذا كانت يعني مقيمة بطريقة غير شرعية في إسبانيا، نقول يعني مقيمة يعني عايشة، ماشي مقيمة عندها بيرميس دو ريزيدنسيا يعني عندها الورق، وخدمو يعني في النوار في النيجرو، حتى هم كيعطيوهم تصريح إقامة بيرميس دو ريزيدنسيا. هاد تصريح الإقامة بالنسبة للناس كتكون خدمة بطريقة غير شرعية، يعني بطريقة في النوار، كيتسمى أوتوريزاسيون بور كولابوراسيون كو لاس اوتوريداديس، يعني واحد صحيح إقامة بسبب التعاون مع السلطات الإسبانية. Si el interesado trabaja de manera regular durante 6 meses y denuncia a la empresa, podría llegar a obtener una autorización que habilita a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, siempre que cuente con una sentencia del juzgado de lo social o con una acta de la inspección de trabajo que demuestre que el interesado ha estado trabajando de manera irregular en la empresa. يعني عندك واحد الحجة، واحد الحجة يعني شهادة تثبت إمام مسلم من الطرف inspección de trabajo. inspección de trabajo هي مفتشي ديال الشغل، يعني بها كتمشي وكتدفع طلب ديال الإقامة ديالك. كذلك تمنح
ومن ناحية تصريح الإقامة بالنسبة للناس الضحايا، كما نقول بالغرار أن يعني تكون ضحية لجرائم يكون فيها الظرف المشدد لارتكابها لأسباب عنصرية أو معادية للسامية أو فئة أخرى من التمييز فيما يتعلق بإيديولوجية أو دين أو معتقدات الضحية أو المجموعات الإثنية أو العرق. وكذلك بالنسبة كما كيقولوا لك الناس اللي عندهم بالنسبة لك يقول عندهم مثلية جنسية وكيكون في الدولة ديالهم وهربوا، يعني كيطلبوا داك اللجوء الإنساني، ولا كيكون عندك واحد المرض ولا إعانة إعاقة يعني عفوا أو مرض أو إعاقة التي تعاني منها، يعني يقول لك حق في طلب الإقامة في التراب الإسباني. كذلك بالنسبة للزوجات اللي كيعانيو العنف من طرف الأزواج ديالهم، يعني كيجيبها التجمع العائلي كيدخلها لإسبانيا كيبقى يتكرفص عليها، يعني السيدة هي عندها الحق في طلب الإقامة يعني باستقلالية عن زوجها، يعني مبقاش يعني تابعة بالنسبة للورق ديالو هو، يعني هي تمشي وكتطلب يعني الإقامة، ولكن بشرط صدور حكم قضائي ينهي الإجراءات القاضية لتثبت فيها حالة الضحية، يعني فعلا داك السيدة يعني تعرضت لعنف أسري. يعني ماشي يقول للزوجة، حتى الأبناء مثلا بزاف ديال الأبناء كاين ماشي مثلا الآباء ديالهم كيبغيو يفرضوا عليهم يقول حنا السيطرة ديالهم ولا كذا، المهم كاين بعض الآباء الله يهديهم يعني عنفيين بزاف، يعني والولد مثال ولا البنت يعني كتقول يعني كتكون متعلقة بالورق ديال باها، فهمت يعني كيطلبوا حتى هما كيطلبوا تصريح إقامة يعني مستقل. كذلك مثل الناس اللي كيكونوا كيعانوا مرض خطير يتطلب رعاية صحية متخصصة لا يمكن الوصول إليها في بلدهم الأصلي، وأن التعرض يعني القطاع يعني عن أو عدم يعني الرعاية الصحية أو عدم تلقيها يشكل خطرا جسيما على الصحة أو الحياة. بالنسبة للريكوس اللي كاين في اسبانيا، تيبو دو ريكوس في اسبانيا عندنا الريكو فاميليار، عندنا الريكو لابورال، وعندنا الريكو سوسيال، وعندنا الريكو بارا لا فورماسيون، يعني عاد جابوها جديدة يعني يعني بعد تعديل القانون المنظم اللي جرى في 26 يونيو 2022 جابوا هاد الريكو بارا لا فورماسيون، يعني هذا واحد الحل يعني مزيان مقولوش ما خايبش، يعني مهم ما بين وبين، مهم كيساعد الناس اللي في وضعية غير شرعية في اسبانيا وعندهم انهم عاشوا في اسبانيا يعني سنتين، كيديروا الريغو بارا لا فورماسيون. الان سوف نذهب للكلام عن الريغو فاميليار بالنسبة للموضوع. الريغو فاميليار متشابه مع الريزيدنسيا ديال الريخيمين كومونيتاريو، أو بلغة أخرى يعني يخص الأجانب الذين تربطهم علاقة مع مواطن يحمل جنسية إسبانية، يعني اللي ممكنلهمش مثال ما قدروش يطلبوا ترخيص الريزيدنسيا كومونيتاريا، يعني كيكونوا متواجدين في إسبانيا، ما كيهمش يعني واش وضعية شرعية ولا غير شرعية، شي فيزا ولا حراك ولا، المهم كتكون في انك موجود في اسبانيا وعندك واحد القرابة مع مواطن او مواطنة اسبانية. اكرر، تكون موجود داخل التراب الاسباني، مش متكون مثل دولة اخرى مثل في المغرب وغنمشي للقنصلية وغنطلب الفيزا دو يعني الفيزا التأشيرة باش نمشي لاسبانيا باش نطلب الرايغو فاميليا. هذيك اللي كتكون كتطبق فقط في الكومونيتاريو، في الريخيم الكومونيتاريو كتوجد الوثائق كلها وكتمشي للقنصلية وتطلب يعني يعني الفيزا دو باش تمشي لاسبانيا، باش يعني هذيك كتكون التجمع العائلي باش نمشي لاسبانيا وندير سميتو نمشي للاسترانخيرية يعني مصلحة الأجانب ونطلب ترخيص الريزيدنسيا كومونيتاريا، يعني هذه ما كايناش. اما كطلب فيزا عاديه مثال توريستا تاشيره سياحيه،
كنمشي لاسبانيا عندك يعني واحد القريب يعني مباشر يحمل الجنسية الإسبانية كتطلب يعني هاد الإقامة ديال الريغو فاميليا. شكون هما الناس يعني اللي يمكن لهم يطلبوا يعني هاد الريغو فاميليا؟ في حالة الأب أو الأم أو الوصي الشرعي على قاصر يحمل الجنسية الإسبانية، شرط أن يكون الأب أو الأم أو الوصي مسؤولا عن القاصر ويعيش معه أو على دراية بالتزاماته تجاهه. بالتمرابط يعني أنت أو أنت عايشة في إسبانيا ما عندكش إقامة، يعني ما عندكش بيرميسو دو ريزيدنسيا، وعندك ولد ولا بنت يعني قاصر هو يحمل الجنسية الإسبانية. طبعا هاد الحال يعني كيكون مولود في إسبانيا راه عنده الجنسية الإسبانية أوتوماتيكمون، كطلب له الجنسية الإسبانية، كطلب الجنسية الإسبانية يعني ناسيوناليتا بور ناسيميينتو ان تريتور إسبانيول، ولكن تزاوجتي ما عندكش الجنسية الإسبانية كتمشي يعني كطلب الجنسية الإسبانية، كطلب يعني الإقامة يعني بسبب القرابة مباشرة مع ولدك يعني القاصر. في هذه الحالة كيعطيو تصريح إقامة ديال 5 سنين، يعني أكرر 5 سنوات، ولكن بزاف هاد الحالات بالنسبة للمغاربة ولا الأجانب اللي في إسبانيا عندهم يعني ولاد قاصرين كيطلبوا الجنسية سميتو كيطلبوا الإقامة بكل سهولة فيها 5 سنين. كذلك الإبن القاصر يعني اللي كيكون يعني كومونيتاريو، يعني أنت مغربي عندك ولد مع وحدة من الاتحاد الأوروبي وهي عايشة في اسبانيا ريزيدنتين اسبانيا يعني بولاكا رومانا مهم من أي جنسية من الاتحاد الأوروبي وهي عايشة في اسبانيا وعندك معاها ولد، ولا انت عندك مع شي واحد يعني عندك ولد، يعني كأنكم ما عندكمش يعني نقول حنا ما كاين لا زواج ما كاين بريخة ذات ما كاين والو، عندك معاها ولد قاصر يعني كتاخد الإقامة ديال 5 سنين، يعني هذا حل. وماشي بالضروره تكون عايش مع ولدك القاصر، يعني انك مثال عندك واحد خوستيفيكانتي واحد الحجه على انك الدري كتصرف عليه تم تحمل المسؤوليه ديال النفقه ديالو، يعني كتطلب الاقامه ديال 5 سنين. الحاله الاخرى وهي في حاله الشخص الذي يقدم الدعم للشخص المعاق من الجنسيه الاسبانيه، اكرر من الجنسيه الاسبانيه، لممارسة أهليته القانونية بشرط أن يكون مقدم الطلب هو من يقدم الدعم هو المسؤول عن الشخص المعاق ويعيش معه. كذلك الناس اللي كتعتني بكبار السن، يعني الناس اللي كبار في السن وعندهم جنسية إسبانية، ماشي ضروري يكون يعني نقول حنا إسبانيول دو ريخن، يعني يكون يعني عنده الجنسية إسبانية كيكون معاق، يعني درجة الإعاقة كتكون فايت نسبة العجز 33% ولا كبير السن يعني كتعيش معه، يعني انت اللي مقابله وكذا، وهذا كتطلب الإقامة ديال 5 سنين. ولكن خص داك السيد يعني اللي انت اللي معتني به كتكون عايش معه في الدار، كتجيب واحد شهادة السكنة على انك عايش معه، وكيجيب هو الشخص اللي كيكون يعني معاق ولا كبير السن على انه يعني عنده ديسكاباسيتي يعني كبار السن ولا إعاقة، يعني ما يقدرش ينوض، ما يقدرش يمشي مثلا يسخر، ما يقدرش يدير حتى شي حاجه، انت اللي كتكلف بكلش. اما كيمشي سميتها كيكون شهاده طبيه، وكيمشي عاوتاني عند النوطاري وكيجيب واحد اكريديتاسيون واحد الاثبات على انه يعني الشخص محتاج، يعني كبير في السن ولا مريض ولا عنده اعاقه ولا كذا، كيعطيوك يعني 5 سنوات ديال الاقامه. كاين في حاله يعني الزواج، يعني انت مثلا موجود بطريقة شرعية في اسبانيا يعني وتزوجتي يعني بشخص يحمل الجنسية الإسبانية وهذا الشخص يعني ما عندوش يعني الموارد مالية، ما خدامش، لحقاش اللي كان خدام وكاري دار ولا شاري دار كيطلب، انت كتطلب يعني ولا انت كتطلبي داك تخطيطة كومونيتاريا، يعني هذا الريغو فاميليا بحال اللي مكمل يعني داك الريخيم الكومونيتاريو، يعني بدا كيطلبوا شي حوايج اللي ما كيطلبوهاش يعني مع التعديل القانوني ديال العام اللي فات، يعني داروا هاد الحالة هادي.
يعني ما كاينش، ما عنده خدام، ما عنده، ما عنده، المهم كيكون ظروف استثنائية. ولا غير الزواج كيكون مثلا حنايا باريخة دايت، كيكون كوبل مسجلين في البلدية، ولا كيكون واحد باريخة استابل كيكون عندهم داك حنايا بدو تمرابط متصاحبين وعايشين بجوج يعني واحد المدة طويلة يعني بيناتهم. يعني هذاك الشخص اللي كيبغي اللي مع وضعية غير شرعية كيطلب يعني الإقامة ديال 5 سنين. الحالة الأخرى وهي الآباء ما فوق 65 سنة بدون تحمل عائلة، يعني أنت كأب وأنت كأم عندك يعني ولدك يعني عايش في إسبانيا، أخذ الجنسية الإسبانية، ومثلا عندك فوق 65 سنة، ماشي ضروري يكون تحمل عائلي، يعني عايشة معاه في الدار وهو كيصرف عليك. هذيك بالحالة اللي كان عندك 65، تحت 65 سنة، كيطلبوا داك التحمل العائلي. يعني أنا كان موجودة في إسبانيا، مهدرش أنا كان موجودة في بالآخر من غير إسبانيا، أنت موجود في إسبانيا وعندك ولدك يعني عنده جنسية إسبانية، ولا بنتك عندها جنسية إسبانية، وعندك أكثر من 65 سنة، ماشي ضروري يكون تحمل عائلي والمعيشة معاه في الدار. يعني عندك ولدك يعني ولا بنتك في إسبانيا وأنت عندك فوق 65 سنة، أنا يعني مزيان خديتي فيزا وطلعتي إسبانيا وحركتي الفيزا ولا مازال ما حركتيهاش، كتمشي للسترانخيرية مكتب الله يزرع مصلحة الأجانب، كتطلب الإقامة في 5 سنين. ولك عندك تحت 65 سنة، عندك 40 سنة ولا 30 سنة وعندك ابن يحمل الجنسية الإسبانية، يعني كما قلنا يعني كتطلب الإقامة ديال 5 سنوات. الحالة الأخرى وهي ديال الأبناء أقل من 21 سنة بدون تحمل عائلي، يعني أنت باك ولا أمك في إسبانيا وعندهم جنسية إسبانية، وأنت مثلا مشيتي لإسبانيا حركتي ولا مشيتي فيزا وعندك يعني 21 سنة لتحت بدون تحمل عائلي، كتاخد الإقامة ديال 5 سنين. هذه التحمل العائلي كيطلبوها في كما قلنا في سيتو كومونيتاريو، ديك بوحدة. بالنسبة اللي عندهم 21 سنة، يعني كيكون تحمل العائلة، يعني انت مزباك ولا امك عنده جنسية اسبانية، وانت عندك مازال 22 سنة، 23 سنة، 24 سنة ما فوق، انت موجودين في اسبانيا بطريقة شرعية او مشيتي فيزا لهم، كتطلب الإقامة 5 سنين، ولكن شرطك انك باك ولا امك متحملين بك يعني ماديا وعايش معاهم في الدار. باختصار الحالات كل اللي ذكرت كيعطوا في إقامة ديال 5 سنين إقامة يعني للعيش وللعمل، ما كيطلبوش فيها يعني كونترا دو ترافاخو، ما فيهاش كونترا دو ترافاخو أبدا، لا يحتاج يعني العقد عمل، أو أنه كيطلبوا يعني هنا في هذه الحالة كيطلبوا حسن السيرة، يعني شهادة السوابق العدلية ولا الجنائية تكون يعني نظيفة ليمبيا، ما عندكش الوسخ. وكذا كتجي الباسبور ديالك، دير فوتوكوبياس داك امبريسو ديال اي اكس اي اكس 10، ويعني الوثائق الاخرى اللي كيطلبوا، وكتمشي وكتطلب الاقامه ديالك ديال 5 سنين بدون مشاكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في فيديو اخر.